بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم الحقيقة بشرف بوجودي في قرية من قرى طبعا مشروع الكبير اللي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع القرن، مشروع حياة كريمة، قرية نهطاي في مركز زفتة بمحافظة الغربية. وبشرف الحقيقة بصحبة معالي وزراء التموين والتنمية المحلية والإسكان والسيد محافظ الغربية، ويمكن الحقيقة القرية، ويمكن زي ما تفقدتوا حضراتكم وشفتوا معانا يعني نموذج من النماذج التطوير اللي ان شاء الله كل قرى مصر هتكون بهذا الشكل. المركز كله على بعضه النهاردة 600,000 نسمة عدد سكانه، في اكتر من 1,000 مشروع بيتنفذوا في وقت واحد. القرية زي ما حضراتكم شفتوا هي قرية من القرى الام، ففي اهتمام كبير جدا. يعني شفنا حجم المشروعات في كل المجالات، يعني في مجال طبعا الخدمات، مجمع الخدمات شفناه بالكامل خلص، مجمع الخدمات الزراعية، الخدمات الحكومية والخدمات الزراعية، مدرسة جديدة بتنشأ علشان نقضي على نظام الفترات جوه المدرسة، كمان بالتوازي مع ده رفعنا كفاءة المدارس القائمة، تطوير ويعني الترع كلها زي ما حضراتكم شفتوا. وعملنا يمكن نموذج أيضا فريد في هذه القرية، ان اتعمل ممشى أو كورنيش على الترعة بعد ما تم تطويرها ودمجها. عملنا يمكن مشروعات ضخمة جدا زي ما حضراتكم شوفوا، حتى يعني بمشاركة المجتمع المدني بيتم طلاء وجهات العمارات اللي على الشوارع الرئيسية، وحدات الإسعاف، وحدة طب الأسرة، وحدة تنمية المجتمع، محطة المياه الشرب اترفعت كفائتها وكمان اتزادت طاقتها الاستيعابية. احنا موجودين النهاردة في دلوقتي في محطة الصرف الصحي وبرضو بتترفع كفائتها وبيترفع قدراتها الاستيعابية عشان تبقى قادرة على التعامل مع التوسعات المستقبلية لهذه القرية. فالحقيقة منظومة متكاملة بالكامل موجودة وبنشوفها في القرى المصرية، وده اللي يمكن انا اهم حاجة اطمنت عليها. برضو حتى التوابع اللي هي تبع للقرية ان ابتدت اتعملت فيها مشروعات الصرف الصحي وابتدت هتدخل الخدمة تباعا في خلال الفترة الجاية، لان مش فقط القرى، احنا بنتكلم على القرى وتوابعها كمان. فالحقيقة الحمد لله هذا المشروع مشروع بجميع المقاييس، هو مشروع القرن الجديد اللي بيؤسس للجمهورية الجديدة اللي اطلقها فخامة الرئيس، وهو ده فعلا اللي ان شاء الله المشروع ده زي ما كنت بقول دايما وهنفضل الأولوية الأولى للدولة المصرية والحكومة المصرية بالرغم من كل التحديات اللي بيواجهها العالم، هو استكمال هذا المشروع الضخم والعملاق، لأن تأثيره الإيجابي على 60 مليون مواطن مصري واضح تماما. وبالتالي يعني بالتأكيد عشان كده هيبقى ده هو أهم مشروعاتنا إن شاء الله. أيضا يمكن لو حضركم تابعتوا تابعنا برضو مشروعات الرصف الطرق، وشايفين الطرق الرئيسية ابتدى الأسفلت بيتحط فيها، الطرق الفرعية كلها بيتعمل لها دمج بصورة جيدة جدا. فالحمد لله يا رب المنظومة بصورة جيدة موجودة، وإن شاء الله هو ده النموذج اللي هنشوفه في كل القرى المصرية، وحنستمر الفترة الجاية تباعا في زيارة المحافظات عشان نتابع هذا المشروع العملاق. وشكرا لحضرتك.